طلب منها الطبيب أن تجهض طفلها، لكن بعد 15 شهراً أرسلت له هذه الرسالة. موطني موطني. كانت كورتني سعيدة بمعرفة أنها حامل بابنتها الثالثة، ولكن عندما اكتشف الطبيب أن ابنتها إيمي فايث مصابة بمتلازمة داون بينما هي لا تزال في بطنها، بحثت كورتني عن الدعم والتشجيع. بدلا من ذلك تلقت شيئا مختلفا تماما. تقول هذه الأم، وهي أم لثلاثة أطفال من سانفورد في فلوريدا، إن طبيبها لم يقترح الإجهاض فقط، لكنها خضعت لضغوطات لكي تنهي حملها حتى بعد الرفض عدة مرات. اقترح الطبيب بشكل متكرر أنه عليها أن تجهض هذا الطفل لحاجات خاصة، مؤكدا أن حياة العائلة بأسرها ستعاني من الموضوع. عندما كانت الأم لا تزال حاملا، كانت ترغب بأن تقول أمورا كثيرة لطبيبها لكي تدافع عن طفلها الحبيب، ولكنها لم تستطع أن تستجمع شجاعتها لتفعل ذلك. في الواقع استغرقت أكثر من سنة لتكتب رسالة وترسلها إليه. أخيرا في أيار 2016، الأم وطفلتها إيمي البالغة الآن من العمر 15 شهرا كتبتا الرسالة معا، وشاركت هذه الأم كلماتها على صفحة باركر ميلز على الفيسبوك، وانتشرت هذه الرسالة في أرجاء العالم. طبيب العزيز، أتيت لرؤيتك خلال أصعب فترة في حياتي. كنت مرتعبة وقلقة ومكتئبة تماما، لم أكن أعرف بعد الحقيقة حول طفلي، وهذا ما كنت بحاجة إليه منك بشدة، ولكن بدلا من أن تعطيني دعمك وتشجيعك اقترحت علي الإجهاض، وسألتنا ما إذا كنا نفهم إلى أي درجة ستتدنى نوعية حياتنا مع طفل مصاب بمتلازمة داون. اقترحت علينا أن نعيد النظر في قرارنا لاستمرار الحمل. ابتداء من هذه الزيارة الأولى أصبحت أصعب فترة في حياتي غير محتملة تقريبا، لأنك لم تقل لي الحقيقة، لم تقل لي أن ابنتي بحالة ممتازة. أنا حاليا لست غاضبة ولا أشعر بالمرارة، أنا فقط حزينة. حزينة لأنك تخطئ بشدة عندما تؤكد أن طفلا مصابا بمتلازمة داون سوف يؤثر على الحياة، وينفطر قلبي عندما أتخيل أنك ربما قلت هذا لأم ما اليوم. وأنا حزينة قبل كل شيء لأنك كنت سوف تحرمني فرصة التعرف إلى ابنتي إيمي، لأن إيمي لم تحسن حياتنا وحسب، بل إنها أثرت في قلوب آلاف الناس، وضعت هدفا لحياتنا وسعادة من المستحيل التعبير عنها، جلبت لنا ابتسامات أكبر والمزيد من الضحك وقبلات ألطف من كل التي عرفناها، فتحت أعيننا على الجمال الحقيقي والحب الطاهر. صدقا إن ابنتي إيمي جميلة، بل هي رائعة حقا. أمنيتي ألا تمر أي أم بما عشته. أمنيتي أيضا هي أن تروا أنتم أيضا الجمال الحقيقي والحب الطاهر للجميع، لأن أطفالنا هم حقا أجمل شيء في الحياة، وعندما ترون طفلا مصابا بمتلازمة داون مرتاحا بحنان في بطن أمه، أمنيتي أن تتذكروا هذه القصة، عندها انظروا إلى الأم وقولوا لها الحقيقة، فقط الحقيقة، ابنك بحالة ممتازة. كم أن هذه القصة مؤثرة ومفعمة بالرضا والقناعة، شاركوها مع كل الأمهات حتى يعرفوا قيمة الطفل مهما كان، وهو نعمة من عند الله تعالى. يا حبيبة يا عزيزة يا كريمة يا مهمة، يا أول إنسانة بقلبي وأغلى إنسانة علي، والله إني قد ما كبر ودي يبوسة وضمة. شاركوا هذه القصة مع غيركم إذا وجدتموها مدهشة. طاب يومكم والسلام خير الختام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.